sul tratamento, está tendo menos sobre o tratamento. Alguns problemas de tratamento que se tem que ser bem mais jogada no salário familiar, mas de ajo, alguns dólares que tem lá, só no processador, mas de ajo de tratamento, de tirar a vida. No momento da loja, a gente se tem melhor, a professora vai, escreve um milhão, um segundo milhão, إلا شي حاجة نشوفو في الفائض مش عمرو في المستمر هي 120 مليون من أجل الطلبات. أنا أعطي الكلمة الآن للسي مهندس باش يمكن مجلس من القرف كيفاش من بعد نرجع منين بقى هذا المبنى لأن كانوا مبنينا واحد ستو دقائق شي حاجة من المجلس فبقى فيه 45 مليون هذا اللي هو من وجهة نظري هذا رغم هو القانون نصفر دور الجاي ان شاء الله نخرجوا من اجل اقتناء الحافله للطلبه. اللي عندنا معروف بالورود وفي بعض الامكانيات عن الجماعه ام دي اش ولهذا كان نحيي الكلمه السي مهندس المدني سي مدني. طيب بالنسبه لهذا الفصل بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه للفصل كما تعلمون كان مخصص البناء الاخضر المركب السوسيو تربوي كان واحد من المبتدا كان كيقدم 3 مليون درهم 100 مليون تصرف ذاك المبلغ وشغلنا واحد المبلغ ديال تقريبا 46 مليون و 46 مليون دازت عليه اخر حوالي دابت نهار في شهر 3/2013 دابا ما بقاش شي التزامات لهذا المبلغ وكما قال السي سيد الرئيس غادي نشوفو كيف كنديرو باش نحولوه لشراء ناقله مع 60 مليون اللي تحولت في الحسابات ديالنا للحضاره وهي راهنا المصادقه في وزاره الوسيط. شكرا سي محمد الان اعطي الكلمه السيد الرئيس باسم الجماعه الكرويه غادي نشكر. اولا لابد ان اعبر عن سعادتي وبحضور اشرف الدوره الاستقلاليه التي اعقدها بشرف كل ملقى الذي هي مخصصه بالاضافه الى هذه النقطه التي تتضافها الى مجموعه من النقاط التي تندرج في اطار استكمال بعض هياتي خصوصا اللي هي الجماعه اللي عضو فيها يعني الجماعات الترابيه لمختلفة تلبية قطاع النظافة وكذلك بالنسبة لمؤسسة التعاون الجامعي اللي هي من كلها أمر تدبير ونقل حضارة ما بين الجامعات في هذا الإقليم. ما تبقى للأسف الخصوصي كما كتعرفوا على أنه كان سبق من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أنها حولت بفائدة ميزانية الجامعة في سنة 2009 واحد المبلغ ديال 630 ألف درهم هو مخصص لتهيئة حديقة العائشة اللي يعلن الجميع أهميتها التاريخية والتي تعتبر من الذاكرة ديال المدينة ديال زغربان ولكن هذا الاعتماد لم يتم صرفه ولم يتم استعماله لكون المؤسسة العمران على أنها أخذت على عاتقها أشغال هذه التهيئة وقع الاعتماد في هذا الحساب الخصوصي وكان عمل مجلسكم مؤخرا قبل الانتخابات على إعادة برمجته في واحد مجموعة ديال الاعتمادات وعلى أنه اتحدت على المصادقة ديال السيد الوالي ودرنا الجميع الإجراءات القانونية ولكن اصطدمنا بما يسمى بالوجيد هذاك المنظومة ديال التدبير المندمج لأن فقط لما قبلتش هذا النوع من المصاريف هاد موزعة على 6 أو 7 ديال المشاريع وبالتالي لابد على أنه على حساب القانون على أنه يتم التجميع ديالها في مشروع واحد حتى يمكن استبداله بالمشروع الذي كان مخصص له. ثانيا كما شار السيد القاضي مشكورا على أنه كان هناك واحد المشروع الذي كان شرف صاحب الجلالة نصر الله في إحدى زياراته على أنه كان في الوقت في مشروع شراكة ما بين المجلس البلدي ديال زغزغان وكذلك مصالح ديال العمل اللي كان المبلغ ديالو 3 مليون ديال الدرهم وعلى انهم الانجاز ديالو خاتمنا فيه اعتمادات اللي تقدر ب 460 الف درهم اللي لقات على انه يتعين على المجلس على انه اعاده البرمجه ديالو. اذا كما كتعرفوا على انه قبل من الانتخابات كانوا الاباء
الابناء ديالنا وديالكم الطلبه الجامعيين المنتمين للمدينه ديال تبرغان على انه كانوا في اتصال مع السيد العميد والسيد الرئيس الصحفي ديالنا مشكورا على انه تم المساهمه ودعم المجهود اللي كتبذل البلديه فيما يتعلق بتخصيص النقل الجامعي. اذا في المرحله الاولى كانت البلديه تحملت مصاريف ديال المساهمه ب 180,000 درهم كامداد مالي اللي كتعطي الجمعيه اللي كتسدد القطاع ديال النقل الجامعي، وكان تم الاتفاق على اساس انه تم اقتناء واحد المجموعه ديال الحافلات، جوج او ثلاثه ديال الحافلات من اجل تعزيز هذا الاصول وضمان التنقل ديال الطلبه في احسن ظروف. اذا كان الوعد على اساس انه في شهرين او ثلاث شهور اننا نحلوا هذا المشكل، كانت السيد العام الميزانيه بتحويل مبلغ ديال 600,000 درهم اللي هو تحول لفائده الميزانيه دابا الان الاجراءات ديال اعداد الرخصه التخصصيه يمكن يديرها على تلفزيون شارج بالنسبه للميزانيه ديال طنغان. وبقى لنا المساهمه ديال المجلس البلدي ديال طنغان اللي هي واحد 600,000 درهم. اذا كان السيد الرئيس السابق ربما وجه طلب المصاريف ديال الوزاره من اجل دعم الجماعه، ولكن الطلب ربما ما حدش بالموافقه، الشيء اللي خلى الممثلين ديال الطلبه على انه كل اتصال مؤخرا مع السيد عامر وعلى انه وعد بحل هذا المشكل في اقرب فرصه ممكنه. ولهذا كنا طلبنا من السيد الرئيس مشكور على انه يرجع للنقطه ضمن مجموع الاعمال حتى يتمكن مجلسكم من دراسته واحاطته من جهه الجوانب واتخاذ المقرر او القرار الذي تراه مناسبا. ولكن في اطار التحضير لهذا المشكل كان تعقد اجتماع مع السيد القابض الجماعي ديال زرورن باش نشوفوا معاه المسائل القانونيه والشكليه، وعلى انه وضحنا ليه بان هذا الحساب الخصوصي هو يشكل استثناء على الحساب الخصوصي، لان الحساب الخصوصي يمكن ان تحمل كلها مشروع واحد كيمكننا ندرجوا فيها واحد المجموعه ديال المشاريع التي تنسجم مع البرامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. اذا في اخر المطاف وصلنا عندنا اننا عندنا اقتراحين. الاقتراح الاول وهو قد لنا واحد 460,000 درهم للمركب الاجتماعي السوسيو تربوي اللي غادي دار لها اعاده ديال دار لها اعاده ديال البرمجه باش كنا نخصصوها لاقتناء هذه الحافله، ولكن بعد الاتصالات تبين على ان هذا الاعتماد هذا ربما غادي يكون غير كافي، لان غادي يعطينا اكثر من 160 مليون غادي تجيب لنا شي حافله، علما على انه الحد الادنى ديال الحافله في الان على حساب السوق وهو ابتداء من 1,200,000 درهم. اذا تم مناقشه حل اخر وهو ديال هاد 630,000 درهم اللي كان سبق المجلس ديالكم الموقع على انه برمجها. اننا نقترح عليكم اذا جاء قدركم انه هاد 630,000 درهم اننا نعيدوا لها البرمجه ونحولوها الى اقتناء حافله حتى يتمكن المجلس من تعبئه مساهمته في اقتناء هذه الحافله في اقرب مقتدر حال الوقت، في حين على اننا نعيدوا البرمجه ديال هاد 460,000 درهم ربما نحتفظوا بنفس المشاريع اللي هي مبرمجه في هاد 630 فقط، ربما نسحبوا منها واحد 200,000 درهم كنسبق لكم خصصتوها لاصلاح وصيانه المقابر، علما للتذكير على انه مجلسكم مقر يتوفر على اعتماد في اطار الدعم اللي اعطته وزاره الداخليه ديال 2 مليون درهم اللي هو مخصص لصيانه المقابر بشكل عام. ثانيا على انه في السبت والحد البارح والاول البارح اشترنا مع المصالح ديال العماله على اساس انه السيد العامل هو مستعد على تخصيص 600,000 درهم في اطار ما تبقى من البرنامج ديال التاهيل الحضري لفائده البلديه ديال زغرغر كيبقى تقترح علينا المشروع اللي غادي يمكن يدار. ثانيا على انه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تبين لنا على انه كاين واحد 118,000 درهم 180,000 درهم التي كانت مخصصه لاحدى الجمعيات اللي تخلفت ولم تلتزم، وبالتالي تم فسخ العقده معها، وهذا الاعتماد هذا سيتم تحويله للحساب الخصوصي الجماعه ديال زرعان. اذا هذو غير بعض المعطيات. خلاصه الاخرى الاقتراح هو على الشكل التالي، على انه نظرا للاستعجال اللي كيفرضوا الان بدايه
الموسم الحالي والإلحاق ديال الطلبة اللي هما أبناء وأبناء أخوهم الدرجة الأولى، أننا نحاول ما يمكن نعطيو الأولوية لهذا المشروع ديال اقتناء الحافلة. ثانيا أننا نبرمجوا هذا 460 ألف درهم في سميتو في المشاريع اللي ربما كانت هاد 630 أو اللي كتربحوا فيها نتوما وتزيدوا عليها 18 مليون اللي غادي تزاد في المبادرة اللي غادي تولي في المجموع 640 درهم 64 مليون 63 مليون. إذا هي مسألة غير ديال الوقت، ما هو الاعتماد راه هو فقط على أنه المناشدة بالنسبة للمجلس الموقع على أنه بغينا نضغطوا في الصورة لهذا الحالة ديال الاستعجال باش يمكننا نباشر هذه العملية حتى يكون الجميع سواء كان المجلس أو رئيس المجلس البلدي كذلك السيد عامر في المستوى الوعود اللي تقدمت لهذه الشريحة من الشريحة الاجتماعية من هذه المرة هذه. ونتمنى إن شاء الله على أنه تفهموا هذه المسألة هذه وهذا لا يخلو أي شك على أنه مجلسكم الموقع سوف يدير الدخل إلى جهدين من أجل خدمة المصالح العامة ومقدمتها المصالح ديال الشباب ديالكم. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيدي الرئيس قسم الشامين. عندنا جوج مبادئ الدستوريين ديال كنا خصنا باش نحاولوا نديروها، ولكن كانت 60 مليون غادي تخصوها حساب خصوصي من أجل الطلاق، وكما تعلموا جميع الأعضاء أن الدولة في هذا الموضوع لا أي غور ولا من أعضاء الموظفين حتى واحد ما عارضش بالعكس الغور الخير لهذا الأبناء ديالنا بحال قسم سي جبور والطلبة ديالنا ولادنا إن شاء الله ربنا غير خير غيقراو إن شاء الله يكونوا مزيانين احنا نعاونوا على طول نقطة تحت الوقت. إذا كان جاي ولد خيفة من وقت إلى ميت السي محمد والسي علي تفضل والسي وطيب نتمنى نسمع من الاول هو فين وصلنا للمشكل ديال النقل الحضاري اللي عندنا في سميتو. ما هاد الحل ديال التلقيع يعني كتقولوا لنا نحيدوا فلوس ديال السوسيو ثقافه السوسيو الفضاء والمقابر وهاد 18 مليون ديال سميتو ديال الجمعيه ماشي حل. حنا كنا كنستناو واش فين وصل هاد المشكل ديال هاد النقل الحضاري. أنا المشكل نشري ولا ما نشريوش حافلة وحدة لا ما غادي يكون حل هذا. حنا اللي كنطلبوا منكم إذا كان المشاكل هاد الطلبة غير البلدية اللي غادي تحملوا، أنا البلدية ما عندهاش إمكانيات هذا المسألة. ما كايناش هذه المسألة، أش دارت العمالة أش دارت الجماعة المحلية أش دارت أنتم ما فهمنا والو. جيتوا هنا كتقولوا لنا نحيدوا ديال الفلوس ديال المقابر، نحيدوا الفلوس ديال سوسيو طرباوير، نحيدوا الفلوس ديال السوسيو ديال الجمعيه، هادشي اللي غادي ديروا هنا بلا ما سميتو. حنا بغينا الحل ديال سميتو نشوفوا واش كاين هذاك النقل الحضاري موجود ولا ما موجودش. شوف الحل راه هذه ما كايناش هذه، هذا ماشي حل اللي كتقولوا لنا. حنا بغينا فين وصل المشكل ديال النقل الحضاري ديال النهضه. كعماله كمجلس الجامعه كرئيس مجلس الجامعه نشوف فين وصل هذا الحل هذا. ما المسألة اللي كتقولوا لنا حيدوا انا نديروها هذه ما كاينش. انا بنجي نتبع الفكا وعوض الله غالب. حنا قولوا لنا بما دنا الاجتماعات كذا كان سمعنا غادي يخرج لنا ثلاثه ديال الحافلات مزرقه على طريق سبولا سلاسل. هذا هو الحل، هذا هو اللي بغينا احنا. الا يمكن غادي دار لنا شهر وشهر ولا عام حنا متفقين، ولكن تجوا تقولوا لنا حيدوا الفلوس نلقاو البلديه ما عندها والو وتزيد عليه حيدوا هذه المسائل هذو لا شهر لا حتى شي حاجه حنا ما عندناش. حنا بغينا الاول فين وصل هذا النقل ديال سميتو، واش يكون هذه الحافله تكون ولا ما يكونوش. وشكرا. شكرا احسن. مدينه السرطان مدينه مجهزه ومدينه مرنمه خسرت تحديات كبيره لهذا كنشوفوا بان قصه الارتفاع المترويج في البغاء بحق الرجلين ان المصالح من الطلبه في الزمان استحقت تكون كثير. كنشوفوا بان كتقولوا لنا بان غادي نديروا حافله واحد الاقتناء واحد غير كيف فيما يخص مدينة مجاهدة قالت مناضلة يستحق أربعة حافلات ماشي واحد نظرا للتضحية اللي قاموا به إخواننا سابقين من أجل استقلالهم. فلهذا
الإلحاح من طرف الجميع. إحنا ما نقولوش بالله مع البلدية ديال الزنغار أما عندنا هاش فلوس ولا ما عندنا هذه المشكلة ديال البلدية خاصها تنور تفكر باش باش تزيد الاقتلاع ماشي حافلة. أنا ضد الحافلة وحدة غير كافية بالنسبة لي. كنطالب ربع الحافلات اللي غتكون زغنا لأن زغنا ما يستحقش واحد الحافلة نظرا للحجم النظام ديالهم ما يستحقش. فلهذا كنطالب الجميع اللي تشكل البلدية كنقولوا بأن زغنغار مستحق ربما هو غادي يعاوننا في هذا المسائل. سي علي كلمة الأخ سي ولد أرحب به في هذا اللقاء ومشكورا على تلبيته الدعوة لحضوره معنا أشهر هذه الدورة. إخواني أعضاء المجلس، الصحافة الإلكترونية، الحضور الكريم، مما لا شك فيه أن طلبة الزمان عانوا وما زالوا يعانون من إشكالية النقل. البلدية دارت محاولة من أجل التخفيف من هذه الإشكالية بدعمهم بالمنحة من أجل كراء حافلات لنقل إخواننا أو أبنائنا الطلبة. وبمناسبة حضور معنا سيد رئيس قسم الجامعة المحلية أقترح أنه أن يكون هناك تعاون بين الجامعات المجاورة. الإشكالية ليست إشكالية البلدية وحدها بل إشكالية الجامعة المجاورة، فيجب أن يتعاون الجميع من أجل التغلب على هذه الإشكالية. أكيد على أنه نحن لا نعاني بل نريد المزيد. هذه المبالغ الموجودة غير كافية، وحتى مسترى للأسف أن رصيد القابض لم يحضر معنا ليوجهنا مسترى القانونية. هذا 45 مليون راه فيه باقي إشكالية، يعني كيفاش الطريقة؟ لما باقي ما وضحناش لمشروعنا واش هذه المدني غنبغيوها ومن بعد الاخر واش غدير الجهات واش الوزاره قبلها واش يعني كاين اشكاليه طويله. بحال اللي اشار الاخوان اللي سبقوا لي اعتقد وهذه رساله نوجهها للسيد علي التعجيل بالنقل الحضاري واحد. ثانيا التعاون مع بين الجامعات من اجل اقتناء حافله يمكن حنا نديرو وحده جماعات اخرى يديرو وحده اخرى. هنا كانت عندنا جوج ولا ثلاثه ديال الحافلات وهذا اللي راه فيها الى ما مشيناش للجوانب القانونيه غنطيق 20 حافله غادي يكون الماسور غادي يكون شكون اللي مسؤول فيها غادي يكون فيها يعني كان. ولكن الى كان واحد الصيغه تعاونيه بين هذه الجماعات يمكن نغلبوا ماشي نقدروا لا نتغلبوا بواحد النسبة محترمة. فأنا كنضم صوتي للإخوة اللي سبقوني. أولا النقل الحضري، النقل الحضري جيد، ولا يعني أنه إذا شرينا واحد الحافلة غنبيعوا فيها، لكن أنها واخا شريناها غتكون الطلبة، ثم إذا كان الخير كان النقل الحضري فالبلدية غتستفيد بها. فأنا وافق على رغم انه السيد العامل يقدم لي هذه المساعده، لان هذه المبالغ اللي فيها ديال المبادره الوطنيه تحتاج الى مصادر باش الطلبه يعرفوا باش انه ما نكذبوش عليهم وما نديروش. كان عندنا مبالغ ولكن المصادر القانونيه ربما معقده. نحن كنوافقوا باش تشرى الحافله وكنطالب يكون التعاون بين الجماعات كرر مرة أخرى، ثم التسريع والتسريع في النقل الحضري اللي ربما في الأيام القليلة القادمة اللي غيدير المناديب ديال الجماعة غادي يديروا مجلس باش يحاولوا يدافعوا. وبالمناسبة بحضور معنا
السيد رئيس قسم جامعات الترابية كنشكرو، وهذه رسالة تصويب لغاية التعجيل ديال تكوين مجلس ديال مؤسسة التعاون ديال النظر الكبرى باش نخرجوا المسائل الأخرى، لأن العمل الشخص والضربة راه كعامل خاصنا نسرعوا ونمشيو ندقوا الأبواب. وشكرا السيد الرئيس والسلام عليكم جميعا. شكرا لك سيدي. إعادة المضيع موافق في المجتمع.